على قدم وساق تتواصل بضواحي القاهرة أشغال إحداث العاصمة الإدارية الجديدة التي من المنتظر أن تنتقل إليها رسمياً المؤسسات السيادية للدولة ابتداءً من يونيو المقبل. هي مدينة من جيل المدن الذكية على بعد 50 كيلومتراً شرق القاهرة، تمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات إجمالي فاق 300 مليار دولار. وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة اعتباراً من منتصف سنة 2020. المشروع يهدف إلى تخفيف عبء أعباء القاهرة. القاهرة أصبحت فيها زيادة سكانية، سكان القاهرة زادوا عن 10 مليون مواطن، الازدحام المروري أصبح في معظم شوارع القاهرة، البنية التحتية صحيح الدولة بتبذل قصارى جهدها في أن هي تواكب الزيادة السكانية، لكن لكل ما ذكر ونحن كمان نهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد. ولتسهيل المأمورية على الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، يجري حاليا تنفيذ 10,000 وحدة سكنية في مدينة بدر للعاملين بالوزارات. وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة أول النماذج الواقعية للمدن الذكية التي تنوي مصر إنشاءها في الفترة الحالية، والتي تتضمن أنظمة تحكم إلكترونية وكاميرات مراقبة في الشوارع ونظام التعرف على الوجوه. ومن المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع خلال سنتين، وسيبدأ مساره من مدينة نصر شرق القاهرة في اتجاه الحي الحكومي في العاصمة الجديدة.